السلام العزيزات والأعزاء، وأهلا وسهلا بجميع متابعات ومتابعي قناة ماروكان كرايم تي في الجريمة المغربية. بلا شك عقلت على ذلك الولد اللي كان قتل صاحب باباه في شهر أكتوبر اللي داز، قتلو في دارو في حي البرانس القديمة بمنطقة مسنانة في مدينة طنجة. قتلو ملي بغا يهتك العرض ديالو ويتعدى عليه جنسيا. 3 شهور تقريبا اللي مرت على هذه الجريمة، والبارح 27 جانفي 2022 غادي يصدر الحكام في حق هذا الولد. عام ديال الحبس باش حكمت عليه المحكمة الجنائية الابتدائية. بزاف منكم غادي يستغرب ويقول مالك انت مطلع علينا الطوبية واش كتدخ علينا ولا السير قتل الروح وعطاوه غير عام الحبس. ما يمكنش، العقوبة هي هادي الخوت، وانا جايكم باش نفسر في الحكام ونعطي الاسباب والدوافع اللي جعلت المحكمة باش تحكم غير بهاد العقوبة المخففة جدا. وبعد داكشي غادي نرجع نسرد لكم التفاصيل ديال هاد الجريمة. الولد في العمر ديالو 16 عام كان متابع امام غرفة الجناية الابتدائية في طنجة بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار. هاد الجناية العقوبة ديالها في حالة الإثبات ديال القتل العمد والإصرار كتوصل حتى 15 سنة بالنسبة للأحداث اللي الدراري اللي ما بلغوش سن الرشد، لكن في هاد الحالة غيكون الاختلاف. المهم ملي تناقش الملف أمام الغرفة الجنائية وذلك البارح الثلاث، بان المحكمة باللي الولد متعمدش يقتل صاحبه أبدا، إنما كان في حالة استفزاز ودفاع عن النفس، حيت الضحية بغا يتعدى عليه جنسيا، بغا يحيد له سروالو وحوايجو ويتعدى عليه. المحكمة راحت ظروف ديال الاستفزاز والدفاع عن النفس وعطاتو غير هاد المدة الصغيرة يعني عمد الحبس، بعد ما ثبت ليها وجود حالة استفزاز ودفاع عن النفس. وماشي سهل في الملفات الجنائية باش تثبت أنك كنتي في حالة استفزاز او دفاع عن النفس، حيث العقوبة عادة ما كيستفد منها الجاني فيها الجاني من التخفيف. لكن الطفل والدفاع ديالو بينوا للمحكمة بلي بما لا يدع مجال الشك بلي ما كانش ناوي يقتل السيد، انما ضربوا غير الضربة ديال الخوف باش يدافع على نفسه بعد ما كان الضحية كيحاول يحيد ليه حوايجه ويتعدى عليه جنسيا. الولد تمت المتابعة ديالو وتكيف المتابعة ديالو وفق الشي اللي جا في الفصل 416 من القانون الجنائي. فصل 416 كيتحدث على توفر عذر مخفض للعقوبة في حالة القتل أو الضرب والجرح اللي ترتكب نتيجة استفزاز ناشئ إما على اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما. يعني هاد الشروط كاينة متوفرة في هاد الحالة، لأن كاين الاستفزاز حيث كاين الاعتداء والعنف الجسيم اللي هو عبارة عن محاولة هتك العرض بالعنف. الظروف الحيثية ديال الفصل توفرت في نازلة الحل، وبالتالي الولد استفد من تخفيف ديال العقوبة، وكان حيث كان تحت رحمة الضحية اللي حاول يحيد لي حوايجو واغتصبو. الولد من اللي ضربو ما ضربو حتى استفزو، ضربو باش يحاول عفوا يبعد عليه الضحية ويحول دول الاعتداء الجنسي عليه، لكن الضربة او الضربات كانت مميتة وقاتلة. هذا هو الحكام. نرجع دابا نهضر لكم على الجريمة كيفاش وقعت، وذلك نهار 18 اكتوبر 2022 ملي كانوا البوليس لقاو الجثة ديال الضحية، والضحية العمر ديالو 68 عام، لقاوه ميت في دارو بعد ما مشى ديك الولد اللي قتلو مشى عند البوليس ديال الدائرة الأمنية سلم راسو وقال لهم راني قتلت فلان، وعطى الاسباب اللي دفعته باش يقتلو السيد. ملي جاو البوليس لقاوه ميت، عنده عده طعنات في الصدر والبطن نتيجه عن ضرب وجرح بالسلاح الابيض. الولد ضربو لصدرو وبطنو ملي حاول يتعدى عليه جنسيا، هرب منه في الاول، لكن ضحية تعقبو تبعو من الصالون حتى للكوزينه في محاوله باش يشدو ويواصل الاعتداء عليه. وخل الولد فلت منه تعقبه دون جدوى، وخا بغا يهرب بروحو والو، السيد كان مصر على انه يتعدى عليه جنسيا، والولد
هز واحد الموس من الكوزينة ضربوا به عدة ضربات، ضربات ديال الولد الخايف على راسو، ضربة المخلوع كما كيقولوا. هاد الولد ملي بالرياضة سبورتيف كل ما كان عنده شي وقيت كيخرج يجري ويدير الرياضة باش يحافظ على الصحة ديالو. تبارك الله، وليد ظريف رياضي محبوب عند الناس، لكن للأسف غادي يوقع ليه الشيء اللي ما كانش في حسبان ديال حتى شي واحد من عائلته ولا حتى هو نفسه. كما قلت، نهار الاثنين 18 اكتوبر 2022 خرج الوليد كالعادة ديالو باش يجري. مشى هو وصاحبه يجريو في اتجاه ديال الملعب الكبير ديال زياتن ديال طنجة باش يمارسو الرياضة، يجري ويديرو شوية ديال الحركات. مشى مع صاحبه وهو خير ما يثق فيه بنادم، حيت صاحبه سيما ان السيد الراجل الكبير في السينات من عمره، لكن للأسف الثقة ما كانتش في محلها وما خصهاش تكون ديما مهما يكون السيد اللي درنا فيه الثقة. بالفعل بجوجهم مشاو جراو جهة الملعب، وبعد ما سالوا الحصة صاحب الأب اقترح ليه باش يمشي معاه للدار، يمشي يدوش يحيد حويجاته يرتاح شوية عاد يرجع لدارهم. خليه غير يلاه معايا يا وليدي ترتاح، وملي تبغي تمشي انا نوصلك لداركم. دري تاق ووافق ومشى معاه بحسن نية. التق ووافق حيت خير ما يتق فيه الإنسان، لكن للأسف الشديد شحال بنادم كيبان ظريف ويخرج منه العجب. الوليد مشى مع صاحبه، دخلوا للدار جلسوا ارتاحوا شويه، كانوا جالسين في الصالون دار صغير واحد المده قصيره. الصاحب ديال باه بين على الوجه الواحد الاخر، السيد بدا كيقرب ليه ويحتك معاه وشد ليه في بلايص حساسه من الجسد ديالو. اكثر من هذا الشيء شدوا لعندو بغى يهتك عرضو الصحه وبزز. شفتوا كيفاش مبقى الثقه فيك حال الراس. الولد قاوم هاد السيد ستيني دفعو حيت صحاح عليه، هرب منه باش يتحاسى الأسوأ. مشى هرب جهة الكوزينة، لكن الشارف تبعو مشى موراه، والولد ما بقى قدامه غير يدافع على راسو. هز موس وضرب صاحب باه، ضربو بزاف ديال الضربات حتى تقدم عينيه، خلاه طايح وهرب من الدار. مشى عند والديه خبرهم الشي اللي وقع، ومشاو هو وباه عند البوليس. هاد الجريمة كما قلت وقعت في حي البرانس القديم بمسنانة في صباح الاثنين 18 اكتوبر. الهالك كان صدرج الولد لدارو بدعي انه يرتاح، وهو كان موجد باش يفتك بجسده بغى يهتك عرضه، لكن الطفل كما قلت هرب وتسلح بموس وضربه. ضربه ومشى سلم راسو للبوليس. البوليس ديال الدائرة 11 التابعة للمنطقة الأمنية ديال مسنانة هما اللي داروا المسطرة. مشاو لديك الدار داو معاهم الولد، لقاو الضحية مدرج في الدماء ديالو وسط دارو، والجثة داوها لامارك ديال السبيطار ديال طوق دوفار، والطفل تشد وتحال على الوكيل العام، وتمت الإحالة ديالو على غرفة الجنايات الابتدائية اللي حكمت عليه البارح. ثلاث ضحية كما قلت، وسمحوا لي نعود هاد المعطيات. حاول ينزع السروال ديال الولد صحة ولا تصبو، ساعة هرب منه وتسلح بموس وضربو به لجهة الصدر والكرش، تصاب بجروح كانت كافية بتزهق روحه بعد مدة قصيرة. بالفعل النزيف الدموي اللي تصاب به جراء الجروح اللي تصاب بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المدرجات بنادم مشي يدير الرياضة تاقف صاحبه مشى معاه، ساعة غادي يوقع الشي اللي ما غاديش يكون في الحسبان. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وانتم مشكورون على التتبع ديال الشي اللي كتنشروا قناة مروكو الكريم تي في الجريمة المغربية، ونتمنى باش نكون كنعطيكم المعلومات الكافية بخصوص جميع القصص والجرائم اللي كنطرق لها. وانتم مشكورون على الوفاء ديالكم، مشكورون ومشكورات ايضا على الوفاء ديالكم والتتبع المستمر وابداء الملاحظة، وشكرا جزيلا على كل ذلك.